ما يقارب 150 قاصراً كانوا ضاحية حملة الاعتقال المستمرة ضد المقدسيين عقب الاحتجاجات والمسيرات التي شهدتها القدس رفضاً لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. سلطان امبارح لما اقتدوه على الشرطة وضربوه بشكل وحشي كان المنظر كتير سيء وكتير إجرامي، ببين للعالم كله كيف الاحتلال بتعامل مع أطفالنا، وأطفالنا مختلفين عن أي طفل في العالم. أطفال لهم حرية الحق في التكلم، حرية اللعب، حرية المدرسة، حرية كل إشي بيحتاجه الطفل، إلا أطفال فلسطين ما لهم هذا الحق. عدا عن جريمة اعتقالهم، واجه الأطفال والقاصرون اعتداءات من قبل ما تعرف وحدة المستعربين وقوات شرطة الاحتلال، بدءا من الضرب أثناء الاعتقال وصولا إلى التنكيل داخل مراكز التحقيق. هم لحقوني عشان أحط علم فلسطين صغير على بسكليتي وطالع على البسكليت، ومرة واحدة اللي هم لحقوني كلهم، خوف أجتني، صار 50 واحد حوالي من الشرطة، ما كانش ولا واحد معي عربي من صحابي، خوفوني وضلهم يحكوا وقعدوني غصب عني وحطوا البرود على راسي وخفت، وبعدين بدهم يطلعوني مع الإسعاف وضليتني. جواد العباسي أحد الأطفال الذي تم الاعتداء عليهم عن طريق الدهس من قبل قوات الاحتلال أثناء ركوبه على دراجته الهوائية رافعا العلم الفلسطيني. أطفال قاصرين يتم الاعتداء عليهم واعتقالهم من قبل قوات الاحتلال واقتيادهم إلى مراكز التحقيق، أي تهمة توجه إلى هؤلاء الأطفال أمام هذه القوات المدججين بالأسلحة. لتلفزيون فلسطين يارا شاهين، القدس. في رام الله أخطرت قوات الاحتلال بهدم 10 منازل في بلدتي نعلين ودير قديس غرب المدينة. رئيس مجلس